أحسن الله إليكم. أخيرا تقول هذه السائلة فضيلة الشيخ: إذا نعست أو أحسست بالنوم في الصلاة أو الاضطجاع بعد السلام من الصلاة ثم لا أنام أو لا أضطجع، هل بمجرد هذه النية ينتقض الوضوء يا شيخ؟ لا، الوضوء ما ينتقض إلا بالنوم المستغرق. النوم المستغرق وهو النوم الذي يكون على الجنب من المضطجع أو من المتكي على شيء لو أزيل لسقط الإنسان، هذا هو النوم الذي ينقض الوضوء. أما النوم الذي هو من القاعد المتمكن من نفسه هذا لا ينقض الوضوء، وهو ما يسمى بالنعاس. ونية النوم هذه لا يترتب عليها شيء، مجرد النية لا يترتب عليها شيء لأنه لم ينم أصلا. نعم.